خلينا نسمع كمان أستاذ صلاح. اتفضل يا فندم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت، أنا خدت قرض من بنك القرية في البلاشون، مركز بلبيه الشرقية. أيوة. كان وصل واخد 62 ألف جنيه. أيوة. اتصلوا بيا وقالوا لي تعالى القسط بتاعك هتدفعه 20 ألف ويبقى عليك 52 ألف. قلت لهم اتفضلوا ال 20 ألف. لا، أنت 62 هتدفع 20 يبقى 42؟ يتبقى 42، هتدفع لنا 20 يبقى عليك 52. قلت حاضر. بعد كده السنه دي افاجئ يقولوا لي لا، ده ال 20 اللي انت دفعتهم راح عموله، واللي فاضل لك منهم 6400 اللي دخلوا في الاصل، وبقى عليك 72000 جنيه. يا جماعه ازاي ده؟ كان بقوا 52 واديتكم 20000 جنيه، ويقول لك ما انت اولا بنعمل عموله البنك عندي كل سنه بناخد 4000 جنيه مصاريف بنكيه، بعد كده اذا اتاخرت يوم واحد بتدفع 4500. تاني حاجه ابص الاقيني امضي 100000 امضه، طب انا مش عارف مضيت على ايه، يعني ابقى واخد مثلا، ونضحك على اخويا قبل كده، اخواتي الاثنين خدوا من كل واحد 20000 جنيه، ولما اكتشفناهم الموظف قال اصل انا كنت مزنوق وخدتهم وهبقديهم لكم. لا لا لا، ليه؟ بسبب الامضاءات. مش لا بس حاجه زي كده على طول لازم بلاغ وتروح ونيابه عامه، يعني طيب. يعني بيبضوا على كراسه فيها يجي 100 امضه، والواحد زي البصمجه رغم انه متعلم وثانويه عامه. طب وليه بتبصم بقى لما انت متعلم يا فندم؟ بمضي معرفش بمضي على ايه، كراسه عاملينها 100000 امضه. طب هسأل حضرتك سؤال واحد بس، انت حضرتك الاسم بالكامل استاذ ايه؟ صلاح، صلاح الدين حامد عبد العال، بنك البلاشون. حاضر، بس بالراحه بس، حامد عبد العال. ميت جابر شرقيه البلاشون، بنك قريه البلاشون، بنك القرو بالبلاشون، مركز بلبيه الشرقيه شرقي. طيب القرض بس اللي انت واخده ده قرض زراعي ولا استثماري؟ والله هم جم عايزيني بعمل الزراعي، اريح دماغك وخليه كله استثماري. عند الدفع قالوا لا، ده في 20000 زراعي وال52 استثماري. يا جماعه زي ما انتوا قايلين كله زراعي استثماري، ما فيش. طيب. زراعي ماشي. قال لك لا، ما كان في زراعي. لا طيب، بص يا حاج صلاح، انا خدت بيانات حضرتك معايا اهيت، وانا ان شاء الله بكره انا هتصل بالبنك القريه وبنفسي وهشوف الموضوع دوت، وهيتصلوا بحضرتك علشان يسووا لك الموضوع دوت، ونشوف ايه اللي مستحق لحضرتك وعليك تدفعه، ولو ليك اي فلوس هنسويها لك وننهي لك الموضوع. وحضرتك برضه استاذ صلاح يا ريت ما تقفلش، وارجع لزمايلنا سيب لهم رقم تليفونك علشان نتابع ونشوف برضه مساله وصلت لفين مع استاذ عطيه.